محمد مروان الخلفي يلعب الركنية في القائم الثاني. شكون فما؟ فما فرجاني الساسي مرة أولى، ثم الياس جلاسي، تتعدى الكرة لمحمد علي منصر يخليها للياس جلاسي، يلعب مع أدم رجيبي. شوفوا الخليسي، شوفوا الخليسي كيفاش خرج، شوفوا السرعة اللي خرج بها تاع ياسين الخليسي، وضرب الجزاء يقول الحكم رشدي قزقز لصالح الترجي. الدقيقة 37، هاي إعادة. شوفوا خروج بسرعة من طه ياسين الخليسي، تدخل من بلال بن مسعود قائد فريق المستقبل من مرسى. هاي إعادة مرة أخرى من زاوية أخرى، الحكم رشدي قزقز يصفر، صفر ضربة جزاء. هاي إعادة من زاوية مختلفة. ضرب الجزاء لصالح الترجي، 38 دقيقة لعب. تاع ياسين الخليسي، لكن النقاش مازال متواصل مع حكم المباراة رشدي قزقز. هاي إعادة، شوفوا تاع ياسين الخليسي، كانت الكرة مع بلال بن مسعود قائد فريق المستقبل يعني من مرسى. انذار، شاهدت الإشارة من بلال بن مسعود، قال التماس لصالح مستقبل المرسى. تاع ياسين الخليسي، هل هو اللي باش يتولى التنفيذ؟ هداف الترجي، قاعد يمر بفترة تعاش كبيرة ياسين الخليسي، والهدف الأول لصالح الترجي. 38 دقيقة لعب. تاع ياسين الخليسي، هاو إعادة، يعني في الوسط والواقف الحارس يوسف الطرابلسي. الفوق الكرة، صعاب الكرة هذو، يعني وين يكون موجود الحارس الفوق صعيب التصدي لمثل هذه الكرات. هاي إعادة من زاوية أخرى، مشكورين كل زملائنا المصورين التقنيين الفنيين، زميلنا المخرج طارق بن عجل، دون استثناء كل الزملاء المشكورين اللي أمنوكم في هذا النقل المباشر